زبيد استاذ امراض القلب بجامعه الكويت ورئيس رابطه الاطباء القلب الكويت. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور كنا عايزين نتكلم على البرزنتيشن اللي حضرتك عملتها السنه دي في كارديو اليكس الجديد. انا كان عندي برزنتيشن عن بحث احنا عملناه في الكويت على مستوى الكويت كلها. احنا نعرف ان المريض اللي يجي للمستشفى ب what we call STEMI او النوبة القلبية او الجلطة جلطة القلب من احد افضل الطرق انه يتوخذ في نفس الوقت الى غرفة القسطرة ويتعمل له قسطرة وتفتح الشريان، ولكن على ارض الواقع هذا مو غير متوافر دائما، والريكومنديشنز ان تتعمل within 120 دقيقة من حضور المريض للمستشفى. المريض يجي لمستشفى ما فيهاش قسطرة، مستشفى بعيدة، ستاف ما في بالليل مثلا، طيب نعمل ايه؟ فالجايدلاين تقول ان تقدر تعطي دول مذيب للجلطة وبعدين خلال 24 ساعة تودي المريض للقسطرة كبديل عن القسطرة الحالية اللحظية. فاحنا نظرنا الى هذا العمل على مستوى ريجستري على مستوى دولة الكويت. خلال السنة كان عندنا 1200 حالة، وقارنا ما بين المرضى اللي ذهبوا الى القسطرة مباشرة والمرضى اللي خذوا دواء بالجلطة مذيب الجلطة وتعمل لهم قسطرة خلال 24 ساعة، وتابعناهم لمدة سنة. ولله الحمد ان الابروتش مال مذيب الجلطه وقسطره خلال 24 ساعه كان مساوي للبرايمري بي سي اي او القسطره المستعجله من ناحيه بعد سنه عدد الوفيات وعدد الناس اللي جالهم جلطه في الراس وكذا. فهذا نوع من يعني ريأشورنس أو تأكيد حق الطبيب والمريض كذلك للطبيب والمريض بأن إذا ما كانت القسطرة المباشرة واللحظية متوفرة الخيار الثاني خيار جيد يعني وخيار جيد ويجب أن نتبع بدل ما أتأخر كثير في عمل القسطرة. لا، أديد مذيب الجلطة وأبعث للقسطرة خلال 24 ساعة. ايه رايك في كارديو اليكس السنه دي؟ مؤتمر ممتاز، حضور ممتاز، فرصه جيدا قويه للنتوركينج والتعارف، ونشوف الزملاء من مختلف البلدان في الشرق الاوسط واوروبا. فرصه للاطباء صغار السن يتعلموا من تجارب الكبار في مجالات عدة، في لايف ترانزميشنز كثير الواحد يتعلم منها. فالصراحة فرصة جيدة، وأنا شايف كارديو أليكس ينمو أكبر وأكبر كل سنة. فوجود الإسكندرية والبحر قدامنا قاعد نبص عليه والجو الرائع في هذا الوقت يعني من السنة، ف كل على كل is excellent. ميرسي جدا لحضرتك وشرفتنا. مشكور.